والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلذلك إن شاء الله تعالى في دقائق معدودة نذكر الأمهات والأخوات والجميع ببعض النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول بعض المنكرات المنتشرة. لأنه يا جماعة رب العزة والجلال قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأعظم منكر الآن انتشر هو منكر الشرك بالله سبحانه وتعالى، للأسف الشديد. أسأل الله يعافيكم جميعا. والشرك رب العزة والجلال قال فيه: ومن الناس، يعني في صنف من الناس، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في ناس بيحبوا بعض الناس وبعض المعبودات كحب الله سبحانه وتعالى، معبودات بالباطل. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. الزول المؤمن بيحب الله محبة عظيمة. زي لو في اثنين من الأمهات الموجودات، واحدة عندها 10 أولاد، واحدة عندها ولد واحد، بعدين أجاركم الله اللي عندها 10 أولاد، واحد من 10 أولاد ديل ركب عربية، واللي عندها ولد واحد ولدها ده ركب نفس العربية ومشوا في الطريق عملوا حادث، ماتوا الاثنين. هل بتتألم أكتر ياتا اللي عندها 10 أولاد ومات لها واحد، ولا اللي عندها واحد ومات؟ مش اللي عندها واحد. أيوة جزاكم الله خير. أنتوا عارفين ليه؟ لأنه اللي عندها 10 دي قسمت قلوبها على 10، فنقص واحد فاضل لها كم؟ كذا الناس ذاته الناس بعدين بيعزوها بيقول لها البركة في 9 الباقين، لكن ابو واحد دي يقول لها البركه في منو؟ الا فيك انت، صح ولا كيف؟ ايوه، لانه قلوبه توجه لشنو؟ واحد في الناحيه دي، المحبه دي. فالزول العقيدته في واحد الله سبحانه وتعالى، والعقيدته في 10، المحبه اعظم ياتو الواحد. الواحد شكي قال لك: والذين امنوا اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا، الناس الظلموا شالوا حق الله الدولي غير الله، حق الله بدي الجنة، قالوا غير الله برضو بدي الجنة. نساوين الواحد يمكن 10 سنة ما تلت، بدل تسأل الله تقوم تقول لها صاحبتها تقول لها امشي لفلان بديك جنة، في فلان بدي جنة يا ناس. قال الله تعالى في القرآن: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. في ناس الله بديهم بنات بس رحمة، ويهب لمن يشاء الذكور. في ناس بديهم أولاد بس، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. في ناس بديهم بنات شنو وأولاد، ويجعل من يشاء شنو عقيما، لا ولد لا بد. هل الله ظلموا؟ ما ظلموا، لكن داير له خير قدام برضو، فده يصبر ويحتسب، ما يقول غير الله بديني، لأنه غير الله ما بدي جنة، اللي بيخلق الله سبحانه وتعالى والبدي الله براه. في بعض الناس الواحد يعتر ينادي غير الله، زي أنا سمعت أسي خالتنا قريبة هنا، إمارة طيبة جزاها الله خير وإن شاء الله تستفيد من كلمتي دي، أنا يعني تكيفت منها لأنها زحت لينا قالت تعالوا يتكلموا كلمة زي دي. فقالت واحدة قالت: يا الصايم ديما تجيب لنا حليمة، حليمة أظن راحت منا، وصايم ديما مات ولا ما مات؟ مات. والله قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. اي زول مات ثاني ما بتناديه، وكان حي غايب ما بيلحقك الا الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، تتوجه اليه وحده ولا شريك له. فيكتبوا حاجات زي دي: يا ابو العباس من عيون الناس، واتبدر من الفقر، والحسون من المدفونه، والدفن من ذاته انا ما عارف، لكن كلام كثير ما بجوز في الشريعه، فما بجوز لمرة نادي الا منه الله سبحانه.
شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، ما قال لي تسألني تقول يا رسول الله، لا لا، تقول يا الله براه وحده لا شريك له. بعض الأخوات والأمهات يقوموا يعلقوا في الطفل كمون، الطفل 9 شهور في بطن أمه، الله حافظه، جوا مرقته برا بدل يشكروا الله سبحانه وتعالى يقوموا يعلقوا لك كمون. تقول لهم ليه علقتوا الكمون؟ ولك من العين، والله قال في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والله قال في القرآن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها شنو حافظ، وقال تعالى الله خير حافظا وهو أرحم شنو الراحمين. فالناس يا ناس عقيدتها تبقى في الله تمام، والله أي مرأة موحدة لله عقيدتها في الله براو دي، حتى لو عندها ذنوب ومعاصي إذا لقيت الله تجاوز الله عنها. ليه؟ لأنه الإنسان بيرجع وبتوب، وما فينا زول معصوم، الغلط الزول بيغلط. لكن أهم شيء قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شنو أحدا. وأنا أختم لكم بحديث أورد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل اسمه عبد الله ابن حمار، وانتبهوا للحديث ده، شوفوا حديث جميل جدا في صحيح البخاري. الرجل ده اسمه عبد الله ابن حمار، وصحابي جليل بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول بيحبه. بعدين كان مبتلى بشرب الخمر، بيشرب الخمرة، لكن في آخر عمره تاب. قبل ما يتوب كانوا بيجيبوه يقوموا يجلدوه، يجيبوه سكران يجلدوه، فيوم جابوه جلدوه. وبعدين كان بضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، الراوي قال كان بضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، يجيب له موز يقول له يا رسول الله خذ هذه هدية. تاني مش بعد يومين ثلاثة يجيب له برتقال يقول له هدية، تاني بعد أيام يجيب له تفاح يقول له هدية، بعد قريب شهر يجي يقول يا رسول الله هذا صاحب الموز أعطي حقه، ادينت لك الموز من الزول ده وما عندي قروش ادي حقه، وهذا صاحب التفاح أعطي حقه، وهذا صاحب البرتقال أعطي حقه. فالرسول يقول له يا حمار عبد الله بن حمار ألم تهدي إلي تدتني هدية كيف أدفع لهم؟ فيقول يا رسول الله أحببته لك وليس لي مال، أنا بريدك وبعدين ما عندي قروش أسوي شنو. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم المال. فيوم لما انجلدوه واحد قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، طوالي يجيبوه قال الزول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. زول ده بس بعد فترة تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتوب ويرجع إلى الله من جميع المعاصي وتكون عقيدته في الله صحيحة، فالله بيقبله وبيتجاوز عنه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.